مرحبا مرحبا. كثرهم عليك، ربي ان شاء الله يتم بالخير. عايش بارك الله فيك. اسمعي بنات عمي، كان تحب يولي لي الجمعه الجايه تو نخلي لي اقتعاد ليكس دي ليكس. كان عشنا في الامان. في الامان. ماريا ماريا وعمر عمر 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 عمر. ها وين كنت وين تركتك انت؟ باش بوش سمحنا ما كنتش نسمع فيك. يا ودي وين تركتك انت؟ تركتك ما كل هذا خليت بعد زياد بكر تاع كياسك ومشيت قضيت قضيتي. ياك علاش اخويا انت متهم اليوم وحاط الحاطه؟ وين القضيات؟ وزاره السياحه؟ لا بحذا ماريا كنت في الاوتيل. في الاوتيل حذا ماريا؟ ساريا ساكنه في الاوتيل؟ بالذي لا 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 هو لا شفت واحد مبوشي بالجبس كيف بجا ربي تركستي وانت تسكن بعدا خلت في حال غزالة ولا لما تركستي يسكنهم في خيمة ولا قيتون بعد المستسيسي تركست يسكنوا في اوتيل في خار. خبرية بالوتيل الزهر يحد يخبرك كيك يحد عمره كل في العسل ويحد يخد معزة ضربة جن جيت صيح تنبح. تيكيت 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 الفين ياه شدن غادي ولي اثبت نثبت اخرج باباي باباي شكون داري يا طفل؟ كنت نلوج على الاوراق. اوراق اوراق واش؟ اودي اوراق باش نداني الفيزا. الفيزا وانا هي البلاد ما تاخذ باش تعطيك انت الفيزا سي فهم. استنى استنى سيدي بثاني انت خويا باش نداني الفيزا انت ما عندكش حتى باسبور. يا اخي الفيزا دناها بالباسبور. هلا واش؟ هاي تو نطلع الباسبور بعد دن الفيزا. ها والباسبور كيفاش تطلع خويا انت حتى بطاقة تعريف ما عندكش؟ نهار مغلب الباسبور دنوه بطاقة تعريف. كي تجي لويش؟ صرنا ما عنديش بطاقة تعريف. يا رهيا مباركة يحمد ربي انت عندك مضمون ولادة. وقيل حتى المضمون ما عنديش. الجير حتى نهار ما جابيني يدي. نهار مغلب ما ثماش حتى وريقة تبين اللي ناتمس. من داري طفل داخل نسمع فيك تقرع واش تخمر؟ والله لو جلب بطاقة التعريف نتاعك باش طلع الباسبور نتاعك. بطاقة التعريف نتاعي نا؟ طلع بها باسبور كنت؟ ها؟ ها؟ سبحان ربي سبحان وربي اللي حرم عليك القر. واش؟ طيب باش تضمن فيا باش طلع بطاقة التعريف؟ ودي شنو فيك؟ ايش نضمن فيك؟ ربي عنديك. تو تعي تو تعي وتو كبر الفيزا تتشمت عاد انت ماذا بيك نقعد في الميزيريا بعدين نعيش على الكسكروتات والعجيج. يا لما قالك اخوي انت تعرف سي فهم لما تبغي اخوي تقطع كرايك من برا ضايق خلاص طول خليني وليد عمي نرتاح ونبدو كريعات. لا تهنسي تو تفتح كريعات رسمة جمعتين عندنا الباسبور والفيزا ونخليها لك واسعة وعريضة. شيخ بالعجج بالكفتاجي بخبار الثمانية مسمس واشرب باللو. لا هي بارك الله فيك اخي كنت فهم غين عندي ليك دبار اخرى. اخي ما تبش على الدنيا نحن العالم يتبش. لا تخرج لحد شيء حد يريد عمي وشيني راي كان رايح للبلاد معز مكرم انت وقتك كويسه غادي تصحى العيد في الرواقيب النهار الكل ظل مرقف في الليكس واحسب روحك في خير. شلا في راسك زهر تتفكش بالذي لا 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 هو كل ما نظل ندور هناك في الخارج وانت زاد تدور وتاكل لكن خارج من مخك. هاي ما تقعدش حتى على جل خطيبك جميلة؟ جميلة سيف قضيتها انا وياها واحدة برك. تقول لي اقعد في تونس نتسافرش نقعد تقول لي ارقد نرقد تقول لي تطيح في بير نطيح دار صوفة. دار صوفة مدري وين تو دار صوفة راهي راهي في دارها هي وراجلها شيخ مد كريعات شيخ مد كريعاتها معرسة جايبة 12 صغير وراها بطيون. ما بالنسبة لي أنا عندي نحلة واحدة بيا دنت في قلبي كاية دار صوفة. ثبت لي نمورك تو سلفيم واش
دار صوفو ولا مريه؟ هاد مريه هذيك حل مؤقت كل حكومه رام بلاسات. لما كنت دار صوفك تجيب بعدها 12 مريه يقدر ينقوا راس حل على الجال. دار صوفه بنت بلادي مراه ونص. مراه ونص؟ هيك خيك هي مريه ذي رام بلاسان راك تهز نهار الكل في جنوتك تروس. ناحر وتو قاعد اللي بتبرم قلت باش نلقى نتاعك السلعه المضروبه. بيت نتش نتش ودي برخت انا نهار مبروك هذا. كلنا اموري فاتي كي خلاص. نهار مغل هذه هي درصاف. تمشي سنه تقابل فيها نقول له انا ما تسافرش. عسلامة سي بابوش. الله يسلمك خيتي مش حوالك لاباس؟ الحمد لله وانت؟ الحمد لله الحمد لله يا رب. انا اللظ ولا الظهر ربي ان شاء الله يعدلها كي حال البلاد. والفهم وين؟ شو عامل معاك؟ الفهم الفهم يرحمك الرحمن الفهم ما روح عنده مده غادي للبلاد. حاضر في عرسه حاضر في عرسه. خساره الساعة انا جيت على خاطره. انا ما يسالش طن كلمه في التليفون. ما نمروه بيدو بزيلا نمروه لا لا راهو غادي ما تمشي رجوع خلاص. بح شنطه لا تعرفي كيفاش هاني نروح نهايرين ثلاثه اخرين للبلاد تو نسلم لك عليه. ما يسالش هاي مالا خلنا ندخل نسلم على عم منظرة. سلامة سلمك خويتي سلمك كل شر. وين مش؟ مش نسر بسك بريس عندك مانع؟ لا قلت ايه الفا ما هادي سك بريس مش باهر دني اللي قلت الدم بالحرام كدني حتى اللي في الدم بح. شبيك يا بابيش؟ يا مخويا يا مخويا العبد 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 علي الدوخه لاباس خي طاح لي السكر طاح لي السكر كل السكر مختل. اي اختل اختل نزل الفراش بسم الله على خي بسم الله. وانت ما نوكلش عندك السكر خي شنو ندير يا فهد خي شنو ندير؟ يا 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 سي سبعك خي اصلا السكر هذايا راه ما كانش عندي هو غير انك تعرف هو السكر يجي في الصيف وصيف عنده ايامات بلي دخل عاد وقيله دخل مع السكر مش دخل خش مش خش ايه الحصيل وعندي سكر وطاح هذاك هو. السكر شالي يطلع مع السخانه ولا انا كسيسي انت السكر نتاعك حاله بيسه كي تطلع السخانه يطلع. اي يمكن 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 لازم يكون حاله بيسه السكر نتاعك. اي 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 اسمعنا بنا كنا مشينا للقهوه نجيب لك كاس لمناظر تحكي شوي. لا لا قهوه الليموناضة لا الليموناضة لا على الجال الليموناضة راهي راهي طايح الدم طايح الدم. قعدتش حاجة ما طاحتش كل شيء طاح. ارحم والديك اسمع اسمع فيها عرفت كيفاش اخرج تو الباب نتاع المكازا وتلفي تبكى شم شور حانوت المنجي وطول ديريكت ما تلفتش خلاص برا السبيسيري قول السبيسيري يعطيك دواء طيح السكر. ثم دواء اسمه طيح السكر. اي كيف يا لواش ثمن ثم هو يعرف يقول له اعطيك اعطيك اسمع اسمع خش خش يديك جيب جيب الفلوس. الله يعين ما يصيرش على زين انت مريض. نضرب سكوبريسي وبعد جيب لي الدواء. لا يسخفني مسكين. مرحبا مرحبا